عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. احنا اليوم معاكم من المرقاب للعناية بالسيارات، ومعانا السيد نادير أحمد السعيد. أهلا بك سيد نادير. أهلا بك. كيف حالك؟ يا مرحبا بك. سيد نادير، ممكن تكلمنا عن نفسك، تقول لنا جيت امتى من سوريا وابتديت ازاي مشروعك؟ والله جيت انا من سوريا بشهر 8 1988. ان شاء الله من زمان قوي. نعم. واشتغلت عدة مشاريع، يعني اشتغلت عدة شغلات. أول ما جيت اشتغلت أنا في مجال السيارات، في مجال كهرباء السيارات، تصليح السيارات. اشتغلت عند إخوالي ومجال السيارات، يعني تصليح السيارات. وتطورنا لما نزلت الموبايلات على البلد، واشتغلنا حولنا الشغل لنظام الموبايلات. حبيت ان انت تدخل في الموبايلات، بمجال الموبايلات. فاشتغلنا بمجال الموبايلات تقريبا لغايه الان، احنا شغالين بمجال الموبايلات، بيع وشراء وصيانه. بيع وشراء وصيانه وكل حاجه لغايه الان. ففتحنا مشاريع ثانيه. كان عندنا يعني من قبل غسيل سيارات قديم يعني. صار في يعني مثل ما تقول سلمنا البناء الارض لصاحب المنشأ، صاحب الارض، خلص العقد بتاعنا وسلمناه، ورجعنا فتحنا ببانياس مغسلة سيارات تقريبا حوالي 3 سنين، ورجعنا كمان خليناها وجينا انتقلنا لمجال التلميع والبولش، في كله شغل السيارات يعني. طيب اختصاصنا وشغلنا كله في السيارات. تمام. هل حضرتك لوحدك ده المشروع بتاعك لوحدك، ولا انت واخواتك شركاء؟ والله انا واخواتي شركاء في كل الشغل بتاعنا، يعني انا واخواتي شركاء كل الشغل. طيب انت كنت قايل لي قبل التسجيل اللي انت كمان عندك حاجه، مشروع لتاجير السيارات. والله عندنا مكتب تاجير سيارات، داخلين شراكه احنا والمواطن اللي هو كفيلي، اللي هو داعمنا يعني من بدايه العمل بتاعنا لغايه الان، هو اللي واقف معانا وشغال معانا، هو محمد سالم شافي المنصوري. طيب سيد نادير، نرجع تاني للمغسله هنا، ممكن بتقول لنا ايه الخدمات اكتر اللي انت بتقدموها؟ والله احنا بنقدم يعني خدمات اللي هي البولش الخارجي للسياره، والبولش الداخلي، وتنظيف السيارات من داخل، غسيل يعني الفرش، نغسله في مواد حقن التنظيف خاصه يعني للتنظيف، مواد خصوصي للتنظيف. والبولش الخارجي صنفرة وبولش، وعندنا يعني خبرة قديمة بالمجال ده، وشغالين من مدة طويلة، وعندي العمال يعني أنا مدربهم، وحاجة يعني مديهم كويسة. من خبرتك يعني مديهم خبرة كويسة. أيوة كلهم خبرة وحاجة، حتى ما شاء الله يعني من زمان في المجال، فأكيد الخبرة كبيرة. نعم عندك. نعم، في مجال طويل يعني عندنا في الخبرة، وعندنا في التركيب النانو سيراميك كمان يعني خبرة طويلة، من أول ما اشتغل في النانو سيراميك كنا احنا شغالين فيه. أيوة واحنا شغالين فيه يعني شغالين فيه. والمخفي كمان عندنا يعني مجال بالمخفي والحاجات دي يعني، والحاجات بسيطة زينة يعني، خدمات مميزة بنقدم، وأسعار بمتناول الجميع يعني، أسعار معقولة. بما أنك بتتكلم عن المميزات اللي بتقدموها، قولي في مميزات اكتر ليك وين هو يعني انتوا بتتميزوا بيها اكتر عن بقيه منافسينكم؟ والله احنا بنحاول احنا جاهدا انه نتميز بتقديم الخدمه باكمل وجه. يعني الخدمه تكون مميزه باكمل وجه، يعني حاجه تكون يكون العميل راضي عليها ومبسوط، يعني طالع من عندنا مبسوط يعني بالشغل بتاعه. Thank you.
طيب سيد نادير، بما انك ما شاء الله عندكم اكتر من مشروع وبتحبوا كل فتره تزودوا نشاطكم، قول لي ايه الخطط المستقبليه ليكم؟ والله ان شاء الله ناويين نفتح فرع للمحل ده بمكان ثاني، يعني في اماره ثانيه او في مدينه ثانيه. انتوا معظم مشاريعكم هنا في ابو ظبي؟ في ابو ظبي، كل شغلنا في ابو ظبي. في عندي فكره انه انتقل لاماره ثانيه، يعني ان شاء الله ربنا ممكن عجمان ولا دبي. ان شاء الله ربنا يوفقكم. طيب سيد نادير، اكيد رحله الكفاح دي كان ليك داعم ليك او شريك في النجاح، ممكن تكلمنا مين هم كانوا شركائك في النجاح؟ والله قلت لك انا شركائي في النجاح اللي هم اخواني بالمرتبه الاولى، والكفيل بتاعنا اللي هو المواطن كفيلنا، وبنفس الوقت يعني القوانين هنا في البلد مساعدة، يعني لأنه الإنسان يتطور وأنه الإنسان يعمل استثمارات ويعمل حاجات، يعني الشغل مفتوح، يعني ما شاء الله بيدعموا الشغل مفتوح، يعني هنا في مجال مفتوح، الإنسان بأي مجال بيحب يشتغل مفتوح المجال باختياري، يعني صحيح. الله يحفظ شيخنا، يعني القوانين هنا مسهلة على الجميع. يعني أكيد بالنهاية بحب أوجه كلمة شكر لقادتنا وشيوخنا على دعمهم المستمر للشباب المواطنين والمقيمين على حد سواء، ربنا يحفظهم ويطول بأعمارهم ويديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا الإمارات، ولهم جزيل الشكر منا جميعا. سيد نادير احنا بنشكرك وسعدنا جدا بلقائنا معك. شكرا لكم واهلا وسهلا بكم. اهلا بحضرتك. وزي ما ابتدينا الحكايه بقصه كفاح، راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقه القادمه.